السلام عليكم. اليوم نتكلم على التوسيعات المستقبلية نتاع تراموي مدينة وهران، واللي سوف تنطلق حسب آخر يعني التقارير، سوف تنطلق بعد استعمال المصعد الهوائي نتاع مدينة وهران في غضون أسبوع أو أسبوعين. إذا بالمناسبة هذيك سوف يتم التصريح أو على المشروع نتاع التوسعة نتاع تراموي وهران. وهنا التوسعة، نشوف التوسعة هذه اللي فيها ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول ينطلق من مركز مدينة وهران بمحطة البرية تاع الحمري باتجاه حي بن عربة هنا، وهي في الحقيقة الاتجاه هذا سوف يكون باتجاه المدينة الجديدة نتاع زابانا. إذن هذه الاتجاه الأول وبمسافة 4 كيلومترات. الاتجاه الثاني سوف يوصل سينيا، اتجاه سينيا باتجاه مطار، هو مطار سينيا، مطار أحمد بن بلة. والاتجاه الثالث والتوسعة الثالثة أو الشطر الثالث من التوسعة سوف يشمل الجهة الشرقية لمدينة وهران بحي ما يسمى بحي بير الجير وحي بالقايد، إذن بهذه المنطقة هنا. وهو في الحقيقة هذا الاتجاه عنده زوج أهداف. الهدف الأول هو الأحياء الجديدة نتاع بيرجير وبالقايد، وكذلك النقطة الثانية المهمة جدا وهي القطب الجامعي نتاع بالقايد. إذن عندنا هذا الثلاث اتجاهات اللي موجودة اللي راح تكون تؤخذ يعني كمشروع لتوسعة تراموي وهران. ونعرف بأن الخط هذا بالأصفر موجود، هو الخط اللي راح يمشي الآن هنا، وهنا كذلك يعني في التوجيه هنا الخط هذا كذلك يدخل في التوسعة المستقبلية. هذا الخط اللي ينطلق من منطقة هنا، منطقة لابلاس دارب اتجاه الثانية. إذن هذا هو المشروع يعني ككل، واللي بموجبه تصل يعني المسافة نتاع تراموي نتاع وهران إلى حوالي 48 كيلومتر إلى إذا شملنا كل التوسيعات هذه. وبالمناسبة أنا أذكر مسؤولين على أعلى مستوى أن مشاريع تراموي تنتظر في عنابة وفي باتنا، وهذه المشاريع اللي كانت مبرمجة في وقت ماضي يعني في 1914 يعني كانت مبرمجة مدة تقريبا 10 سنوات، هي تنتظر التجسيد، وفيها مدن كثيرة تستحق أن تكون لها يعني تراموي، لأنه تراموي يعني التجربة نتاع الجزائر في تراموي تعتبر تجربة رائدة، وكذلك يعني رصيد نتاع التجربة هذا يعني تأكدنا أنه التراموي هو أحسن وسيلة للنقل الحضري، أفضل من الحافلة وأفضل من السيارات والأجرة وأي وسائل أخرى. فالتراموي يعتبر هو الوسيلة المثلى في مثل هذه المحيطات الحضارية والمدن اللي عندنا الآن أصبح كبرت كتير، يعني أغلب المدن الآن قاربت 1 مليون نسمة، كاين مدن كثيرة في الجزائر قاربت عدد سكانها 1 مليون نسمة. فإذن هذه الوسيلة أصبحت مولحة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.